ان شاء الله احد يساعدنا هنا. والله ان البيت كبير، ان شاء الله في احد يساعدني. ان شاء الله بدور احد يساعدني. عندهم حديقة سيارة، ساعدوني ان شاء الله ان احد يساعدني. ساعدوني. هذا وش الصوت يعني تسمع؟ والله شكله في الشارع. لا لا بالبيت، بروح اجد ربي. وش اللي تجدين؟ ممكن حرامي. لا اجد. اوف هذا الشيء في بيتنا. الحمد لله جت البنت، الله يعطيك العافية. تعالي ساعديني، اعطيني اكل. انت ايش تبي يا فقير؟ ليه جاي بالبيت حقنا؟ انا ابي اكل، انا مره جوعان، لقيت الباب مفتوح وجيت ابي اكل. عطوني. لقيت الباب مفتوح لا تجي. يا اخي ما عندي اكل، ما عندي احد، ما عندي مكان اجلس فيه، ابي اكل. اعطيني. ليه؟ ابي اكل، انا جوعان. خلاص وين اروح؟ طيب ما عندي احد. اروح اشوف هذاك البيت. لا انا ابي هنا، ابي اكل. عندكم بيت كبير وعندكم اكل. هذاك البيت لا ما في اكل، باب مسكر. تطلب من فوق. انا ماني حرامي، انا ابي اكل، انا جوعان. يا ولد روح عشان ما اضرب. لا خلاص انا بروح. بس اعطوني اكل، اعطوني. ما عندنا. كيف ما عندكم؟ عندكم بيت كبير ما عندكم اكل؟ عندنا. اعطيني اكل وبروح. خلاص اذا اعطيتيني اكل انا بروح، اذا ما اعطيتيني بجلس هنا. راح يا بيت، راح من البيت، راح. ماني برايح، انا بجلس، ابي اكل. انا ابي اكل. ليلى هذا مسكين. يا ليلى ساعدني، ساعد، ابي اكل، انا جوعان. خلاص ابشر. شكرا ليلى. اختك حسبت ربي. خلاص انا جوعان. مين اعطيك اكل؟ شكرا. لا انا ماني معاه. هذا لي الحين والله. قطع ملابسك. لا خلاص اعطيك اكل، انا جوعان وابي مويه. بجيب لك اكل ومويه. والله ما تجلس بالبيت ولا ساعه، اطلع. انا ما اقدر اطلع، انا جوعان وتعبان. يا ليلى هذا تعبان، خليه يجلس عندنا. لا اطلع برا، شوف ملابسه متقطعه، اطلع. ارجوك ما عندي ملابس ولا اكل، عطوني. كفى يا اخوها، حاول فيها. لا انا ابي اكل. خلاص خلاص يا ليلى، خليه يجلس نعطيه اكل. خليه يجلس بس يجلس. خلاص ودونا بياكل ملابس وبطلع برا البيت. خلنا نعطيه، عندنا اكل في البيت وملابس كثيره، خلنا نعطيه. حرام عليك. لا تضربينا، هدي خلاص. يلا بنعطيه. اخيرا احد ساعدني. اخيرا خلاص بنعطيه اكل وبنعطيه ملابس وبنعطيه مويه وبنعطيه اغراض. طيب يا ليلى. وش لي لا؟ كل شيء كثير الحين. لا ليش؟ خلاص حطوني ملابس، بس حطوني ملابس. خلاص بنعطيه ملابس. لا حرام، شوف ملابس متقطعة. احنا ملابسك يا فقير. طبعا عاد انا فقير، بس ما عندي فلوس، ابي ملابس وبروح. يا ليلى ترى ما عنده فلوس ولا عنده اكل ولا عنده. انتم عندكم ملابس حلوة، بس انا ما عندي ملابس. شوف ملابس مقطعة، ممكن لا 20 يوم يومين هنا ومنام بعد انا بالبرحة. يا اعطوني ملابس. خلاص ما ابي اكل، بس اعطوني ملابس. انت فقير ما راح اعطيك ملابس. طيب كل الناس فقراء، الله الغني، بس اعطوني ملابس بس. طلع يا ليلى، هو جوعان وداخل بيتنا، لازم نعطيه اكل. لازم نعطيه اكل، الله يهديك. ما بي شوف ملابسه. طيب شوف ملابسه. ما بي خلاص. انا ايش سويت؟ انت فقير وانا ما احب الفقراء. طيب شو نسوي؟ شو نسوي؟ ابي فلوس. ما ابي فلوس، بس اعطوني ملابس. بنعطي ملابس. نعطي ملابس قديمة. ملابس متقطعة، حتى ابي ملابس وبروح بعد. خلاص ما راح اجيكم ابد. خلاص يا ليلى خلنا نعطيه، حرام عليك يا ليلى. ارجوكم بس اعطوني ملابس واكل وخلاص. نعطيه، عندنا كثير يا ليلى. يا علي انت حلامك علينا. اعطيني فلوس وملابس. حرام، شوفي لازم نعطيه اكل وملابس. شوف ملابسه. انت عندك ملابس حلوة، لو انت مكان حطيتك. يلا نعطيه اكل وملابس. يلا يا ليلى. انت ما تفهم يا علاوي. الا يا ليلى افهم. الحين اريك شوف وش اسوي فيه. يلا اطلع برا. يلا
سألتني سألتني ما يصلح الشيء هذا ما يصلح يا ليلى لا خلينا ممكن ما تدري هذا أيام شو ملابس ملابس وش اسمها وش اسمها ليلى يا ليلى يا ليلى بملابس وبروح خلاص انت علامك خلاص انا شكلي ضايقتكم خلاص بروح مع السلامه تعال تعال يا اخوي تعال وين رايح وين رايح تعال اختك زعلانه علي اعطيك اكل اختي عادي انا اعطيك اكل واعطيك ملابس شوفي زعلانه لا خلاص انا بروح لا وقف 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 لازم اعطيك اكل ما ابي ما ابي ليلى خلنا نعطيها اكل لا ما ابي ليلى ماني مطلع يا اخي كل اختك تعطيني ملابس انا كان راح اجيب لك اكل لا 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 خلاص لا 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 تجيهم شوف شوف لا 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 البيت مفتوح ادخل الحمد لله لقينا باب مفتوح انت شرط شرط اسكت لا سكر الباب بقوه اسكت قلت قايل يا ولد من الروح يا ولد الحمد لله من لابس اقفال تعال تعال في دريشه هنا تعال في دريشه هنا يود اسمع انت دخل البيت هذا عشان ايش عشان ما اسرق ولا شيء طيب انا انت لا تسرق ولا شيء انا حاط جلافز ما يشوفون بصمات ولا شيء حلو خليك ذكي حلو خلاص انت اللي تسرق يعني خلاص ما عليك الزحل خلاص خلاص يلا شوف شوف وسكت وسكت وش اسمها مكيف مكيف وش تسرق مكيف ب 5 ريال ولا 15 ريال يا اخوي وش اللي تسرق مكيف اوه يلا 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 الباب مفتوح هذا افضل مكيف فخ يا ولد لا ما عليك فخ صادق في بيت ناس وفخ خلاص 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 قطو شوف 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 قطو ما عليك قطو ما عليك قطو ليه يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا وانا اخوتك الكبير تعال السلام عليكم ما شاء الله قلنا فرحة وزي كذا وانا اطاوة ما في مستقبل لا انتوا انتوا ولا اخوتك حنا اخوت فين اخوت نايم صح؟ تعال 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 لا تعالي عندنا العاب كثير الله يهديك يلا يلا تعال حبيبت انت حبيبت تعال 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 يلا 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 روح الله يهديك تعال 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 لا تشغلين تعال 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 بخلنا مديني أو أنا مديك مديك البقال 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 إيش تعي يلا بوديك البقال وين البقال 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 إيش شوفينا شوفي أيوة شوفينا خلي توقف هنا شوف خلي توقف خلي توقف أنا بروح أخذ لي أغراضي خلاص
ابوها يقول ما نبي ما يفهم ذي الاغراض. هذا ما تبونه صح؟ خربان. Look at